القضاء يعني مش عارفين الموضوع ازاي. خلينا نفصل ما بين حاجتين الحقيقه، لان انت لو عكاشه بيدافع عن قضيه حقيقيه او بيعارض حتى النظام لاسباب موضوعيه او بيعارض او بيتبنى قضايا المجتمع بشكل حقيقي، وهنا تم نوع من الاستهداف وتم اسقاطه هنا، يعني الحقيقه انا اول من يقف ضد هذا الاسقاط. تمام، يعني خلينا نفرق ما بين حاجتين. انما هتلاحظ ارجع لي ملف عكاشه حتى كمذيع او ك يعني مهتم بالشان العام او كبرلماني، الحقيقه تصرفات كلها يعني تصنف في خانه الشذوذ او خانه اللا معقول اكثر ما تصنف في خانه العقل يعني. فالحقيقه هنا بقول ان هي كانت ظاهره شاذه جدا وانتهت يعني هي مش طيب يعني. في سؤال برضو يا استاذ هاني بيطرح نفسه لازم نوصل لاجابه، يعني هل مقابله زي دي او مقابله بالحجم ده او مقابله مع شخص زي السفير الاسرائيلي، هل ممكن تحدث بعيدا عن اجهزه الدوله؟ هل ممكن ان تحدث بعيدا عن موافقة أجهزة الدولة؟ هل ممكن أن تحدث بشكل عشوائي بدون ترتيب أو بدون حتى تدخلات أو بدون حتى اختيارات للدولة؟ ده سؤال مهم جدا. أنا في تقديري أن هذا مستحيل أن يحدث بعيدا عن أجهزة الدولة، وبالتأكيد أنه هو أخطر أجهزة الدولة. لكن هو الآن يعمل تحت مظلة مؤسسة تمثل الشعب. هل أخطر البرلمان؟ هل أخطر رئيس البرلمان بهذه المقابلة؟ هل أخطر مسؤول الأجهزة التنفيذية بهذه المقابلة؟ إذن هي في خلل. إنما طبعا مؤكد أن لما السفير هيتحرك من مكتبه أو من منزله أو من محل إقامته، السفير الإسرائيلي مش السفير الطبيعي يعني. طبعا السفير الإسرائيلي إلى منزل عكاشة، مين اللي هيحرس بأهلية؟ يعني مين اللي هيأمن هذا الموكب؟ مش أجهزة الأمن المصرية؟ إذن الأجهزة تعلم جيدا طبيعة هذه الزيارة وتعلم كل تفاصيلها. لكن الحقيقة هو يعني عاوز أقول لك أنه متاح أن البرلماني أو أي مواطن يلتقي بأي سفير على مستوى الكرة الأرضية. إلا هذا يعني السفير الإسرائيلي، صحيح هناك اتفاقية سلام بين مصر وإسرائيل، لكن كلنا نعلم أن هناك رفض شعبي. كل رفض طبعا، كل رفض من شعبي. كل قطاعات الشعب يعني عضو في مجلس نقابة الصحفيين، وكنت عضوا في المجلس لمدة 3 دورات، والآن أنا عضو يعني جمعية عمومية. ما زالت الجمعية العمومية تجرم أي صحفي يذهب إلى إسرائيل. إذن هنا خطورة الموضوع، أن أنت عملت اختراق شعبي خطير جدا لمسألة التطبيع، ولأنك لا تمثل هنا نفسك، لا تمثل شخصك، لا تمثل إعلامي، لا أنت التقيت بالسفير بصفتك البرلمانية يعني نائب عن الشعب. يعني هنا دي مسألة في منتهى الخطورة، دي سقطة شعبية طبعا. لأن إن أنت كده يعني بتقول أن هو يعني الشعب المصري اللي أنا بمثله وهو من المفارقات العجيبة حاصل على أعلى الاصوات في الانتخابات. يا استاذ هاني، النائب سمير غطاس، وانت عارف حضرتك انه ليه يعني باع طويل في القضيه الفلسطينيه، يمكن نعم. الموضوع كلامه يكون حساس شويه في هذا في موضوع زي ده. قال المجلس قد ابتلع الطعم، يعني كلمه في غايه الخطوره. المجلس كان يجب قد ابتلع الطعم، كان يجب ان هو يعني يفسر لماذا ابتلع المجلس الطعم. يعني هو برضه حط عنوان ملغم، يعني طب ليه ابتلع الطعم؟ واعتقد ان لما اتفرج حضرتك على القنوات الاجنبيه شويه ابتدى يسوق للموضوع ان ده ضد اتفاقيه السلام، ده بيعرقل اتفاقيه وجود التنميه ما بين مصر واسرائيل، التطبيع ما بين الدول، وبالتالي هيسوق للموضوع خارجيا بشكل مختلف. لا، التطبيع ده يمكن شكل او كلام النائب يمكن يصب في هذا السياق. التطبيع هنا ما خلينا نفرق ما بين المؤسسات. هل التطبيع بيتم ما بين دولة ما بين مؤسسة وبين مؤسسة، ولا التطبيع بيتم ما بين دولة ودولة، أو الاتفاقيات بتتم ما بين دول؟ اتفاقيات كانت بين الدولة المصرية والكيان الإسرائيلي، يعني إذا مش ما بين البرلمان وما بين الكنيسة مثلا يعني أو الكنيسة مثلا. فهو ده يعني علشان برضو
ما لان هي انا متاكد ان هيتم المتاجره بهذا الامر ده بالظبط يعني دوليا، ان هو انتوا بتكلموا عن السلام وتكلموا عن العلاقات ما بين الدول، وان مجرد واحد فقط قابل السفير الاسرائيلي تم اسقاط يعني الاعلام الغربي الاعلام الاسرائيلي هي يتاجر بهذه القضيه بشكل كبير جدا حقيقه. لكن في النهايه يعني لازم تكون رساله، لان الحقيقه من يضمن ان في غير عكاشه يعني واحد واثنين وعشرة يلتقوا السفير الاسرائيلي والمساله تبقى خلاص موضه يعني الحقيقه، لان ما زال يعني اديني اماره لان اسرائيل راغبه في السلام. صحيح، اديني اماره واحده فقط. ده كلام محترم جدا. يعني اديني اماره واحده ان اسرائيل اعادت الحقوق، اديني اماره واحده ان اسرائيل بطلت القتل اليومي يوميا، لا تقتل الابرياء يوميا ولا تدمر الاراضي ولا تدمر البيوت يوميا. يعني حتى يا سيدي لو ما فيش اتفاقيه سلام، كيف تتعاون مع هذا الكيان الغاصب الذي يقتل ويدمر ويغتصب يوميا؟ الحقيقه يعني المساله برضو فيها يعني فيها موائمات سياسيه، يعني لازم الحقيقه كمان الـ نراعي ان هو حتى لو هناك اتفاقيه سلام وهناك فيه معاهده سلام مثلا، طب يا اخي انت شايف المش مش شايف هم كسلطه اسرائيليه بتعمل ايه في عملوا ايه في غزه وعملوا ايه الان في الضفه الغربيه؟ بيموتوا الناس كل يوم. صحيح. يعني مجرد انه يشتبه في شاب فلسطيني وبيعوق سيارات الاسعاف انها توصل وبيعوق لا وما زال يعني ايه بيدمر الاراضي الفلسطينيه ويوسع الاستيطان ويوسع، مفيش اي ما يثبت ان يعني نفسي يوم ان اسرائيل تثبت ان حسن النيه في صحيح. قضيه واحده يعني بعد حتى السلطه اللي هي نعم. بتتعامل نعم. معها وبتتعامل معها امنيا، يعني شوف بتتعامل معها ازاي. اكيد طبعا كلنا عارفين ان ما فيش يعني تطبيع وش يعني حتى شعبيا لا احد يقبل ما حدث باي حال من الاحوال ان احنا نطبع علاقتنا مع اسرائيل. ربما يكون الدوله لها اتجاه مختلف لكن شعبيا الوضع بيكون مختلف. صحيح. ايضا وده ما يطبق على النائب توفيق عكاشة. انا بشكرك استاذ هاني عماره الكاتب الصحفي الهرم، شرفتنا بالحضور وعلى هذا التحليل على بعض الاخبار الموجوده معنا. اذا المشاهدين الكرام انتهت الجوله في بلاطه صاحبه الجلاله، وبوقف الان مع وقفه رياضيه مع الزميله حنان عاطف.